خلل فني وراء السقوط المتكرر للصواريخ على تل أبيب، لكنها تبقى نموذجا مصغرا فيما لو فكر الاحتلال في ارتكاب حماقة. هكذا قدم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فصلا باهتا جديدا في علاقته المريبة بالاحتلال. فبعد شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على قطاع غزة، أطل بوجهه متبنيا صاروخ مستوطنة هاشارون قائلا: ما خفي أعظم. ليفرض التساؤل نفسه: هل هناك مؤامرات جديدة تحاك بين حكومة الاحتلال وحركة حماس؟ كما قال هنية، بالفعل ما خفي أعظم. فهل يعقل أن يكون الخلل الفني وراء السقوط المتكرر لصواريخ حماس؟ حركة حماس في الآونة الأخيرة عمقت آلام أهالي غزة بقمعها لاحتجاجاتهم ومظاهراتهم المطالبة بأدنى حقوقهم المعيشية، وجعلتهم في مرمى القصف الإسرائيلي بإطلاقها المتكرر للصواريخ على تل أبيب. ما يحدث على أرض الواقع أضحى بمثابة تحالف خبيث مزدوج المصالح بين حركة حماس وحكومة الاحتلال، قد يفضي إلى كارثة دامية جديدة في قطاع غزة. تمكين إسرائيل لحركة حماس وتمرير أجندتهم لتخريب القطاع، ومن ثم تعزيز الانقسام الفلسطيني مقابل إطلاق شبه متكرر غير مكلف أو مؤثر لصواريخها، لإقناع الداخل الإسرائيلي بأن قطاع غزة يمثل بؤرة تهديد بالغة للإسرائيليين، ولا بديل أمامهم سوى إيصال بنيامين نتنياهو لولاية حكومية خامسة لدرء المخاطر حتى ولو تكلف الأمر شن حرب جديدة. حماس تلوذ بالاحتلال، والثمن أرواح الفلسطينيين.